حاجه كنطلب مسامحه، كنطلب المغاربه يسمحوا لي على هذيك الكلمه ديال الاستحمار. انا ما قصدت بها حتى شي حاجه، حاجه كنستحمروا حاجه ولا المغاربه، زعما معليش كنقول لكم واش حمير، لا المغاربه مطورين وعارفين شنو كيدير وعارفين الكذاب من اللي كيقول الحقيقه. انا فقط ما بغيتكمش المغاربه تبقاو غاديين معايا في ديك التمثيليه، ما بغيتش الناس نبقاو كنضحكوا عليهم. انا اقسم بالله العظيم ربي شاهد عليا الا ديك الكلمه ديال كنستحمر كيصحاب لي انا المعنيه ديالها انني كذبنا عليكم، يعني فهمتيني هادشي اللي تفلينا عليكم. تفلينا عليكم اه فهمتيني، حيت هادشي في الاول اقسم بالله وغنعطيكم الدليل وما غنكذبش، في الاول كان كلشي غير افلام بحال كاع الناس. شوفوا انا ما نكذبش لكم، السوشيال ميديا ما تبقاوش تثقوا بها، السوشيال ميديا كلها غير كذوب في كذوب في كذوب في كذوب. انا يمكن ان الطريقه اللي قدمت بها طريقه الهضره ديالي ما عرفتش كيفاش نهضر ونوصل الرساله ديالي للمغاربه، فانا كنطلب المسامحه من المغرب، من المغرب كامل الكبير والصغير، كنقول لهم سمحوا لي بزاف على ديك الكلمه. لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، اكيد الاعتذار المغاربه كلهم كلشي الجالي وراه المغاربه، يعني راه ماشي غير اللي راه ماشي غير اللي وسط المغرب، مغاربه ما يعنيش علاش هذوك اللي على برا ماشي مغاربه. هذيك الكلمه راه ضرات الناس انا هذا عارفه، ولكن انا اقسم بالله بغيت نبين الحقيقه، ما بقيتش باغا نمشي في ديك التمثيليه اللي دايرين، انا ما بقيتش باغا نمشي في ديك التمثيليه اللي حنا دايرين. ودابا الدري على داك باني كنهضر بصح، كتلقاونا اليوم مدابزين غدا كتلقاونا مع بعضياتنا، واش كاين شي واحد مدابزين هكا وكيكونوا شوفوا غير الدليل على داك اللي كنقول. انا اقسم بالله ما بغيتش المغاربه يبقاو يثقوا بالتمثيليات ديالنا، انا يا عارف انه هذا الشيء غيضرني وغادي نفقد الثقه وفقد الثقه ديال المغاربه ديالنا، ولكن طلعت كنقول الحقيقه، طلعت كنقول الحقيقه بانه كلشي تمثيل، وغنعطيكم الدلائل اليوم كامله مع اختي فاطمه الزهراء، وكنطلب من المغاربه يسمحوا لي، سمحوا لي بزاف بزاف اقسم بالله العظيم، حيت هذا الشيء الصراحه كامل رجع ضدي، يمكن حيت انا صريحه قبل اكثر من القياس، وديما كنلقى هاد الانتقادات حيت صريحه اكثر من اللزوم. ما كنعرفش نشد الكاميرا ونبقى حبيبه كبيده خوتي، يمكن ديك شوفي قلبي طايبه نبقى نبكي، يبقى يقول لي انا شلا حوايج انا من كنبكي بكي بكا ماشي عيب، انا تعرموا عليا بزاف ديال الحوايج ماشي عيب، وانت مورا الكواليس عارفه شنو كاين فهمتيني، يمكن هذا هو الديفو ديالي ما كنعرفش نطلع اختي فاطمه الزهراء. بحال دابا داو لي الانستغرام، علاش يديو لي انستغرام وانا هو داكشي باش خدامه، بقاو عليا بحمله ديال السينيال، علاش ما سينياليتوش لي الانستغرام ملي كنت انا كنتهرى وكندير الحوايج اللي خايبين، ملي سترت راسي وباغي نخدم على امي وبنتي نتو كتهاجموني، حيت انا صريحه اكثر من القياس. كاين الصراحه وكاين الوقاحه، انا ماشي وقاحه صراحه، الوقاحه هي انه داكشي اللي في الواقع نكون كنمثل على الببليك، الوقاحه هي انني انا قاصحه قاصحه مورا الكاميرا ونجيش الكاميرا ونبقى حبايبي وسمعوا لي وانا هذيك هي الواقع. عارف كيفاش نقولوا انا راه وليت هذا هو الديفو ديالي، هذا هو الديفو، ولاو الناس عندي شحال، هذا هو الديفو. شحال عندك ديال المتتبعين انا مازال عندي شحال عندك دابا؟ عندي نص مليون. نص مليون في اليوتيوب وفي الانستغرام نص مليون. كان شي واحد الوقت وصلتي واقيلا حتى المليون وصلت انستغرام، واش كتعرفي ان هاد الناس كيف ما قالت لنا الاستاذه سميره بقالي هاد الصباح فاش درنا معها حوار، هاد الناس راه ماشي كتفيديهم انت، هما كيتبعوك حيت كيبغيو معاك، حيت كيبغيوك يعني كيبغيو يسمعوا منك واحد المحتوى اللي هو زوين واحد الكلمه اللي هو زوينه. هادشي انا علاش طريت ونط وكنقول للناس ها شنو كاين شنو كاين، واليوم كنتمنى هاد 3000 واحد اللي كيشوف فينا تبقاو معنا من الاول حتى الاخر، حيت غادي يخرجوا اقسم بالله ما يبقاوش دين عليا ديك النظره، حيت غنقول كلشي اليوم كلشي غيتحط، ولكن ماشي غنقول كلشي باش نضر به وحدين اخرين هو كذوب، ماشي نضر صراحه كلشي عندي بالدلائل، انا ما غنضر حتى واحد من لا. بغيت نسولك واش هذا المعيار كتكونوا متفقين عليه؟ لا ما كان لا بقيت غير وداكشي، انا ما عنديش مع امي كنهضرش معاها. كانت صاحبتك؟ ماشي صاحبتي، تلاقيت صديقه. شوفي كاين فرق ما بين صاحبتي وصديقه. صديقه صديقي في هذا الشيء ديال السوشيال ميديا كنتلاقاو سلام سلام، صاحبتي هي شي وحده ما كنتفارقش انا وياها، انا ما عنديش صحابات. شنو وقع لك معاها؟ شنو وقع لك معاها؟ ما وقع لي والو، هي اللي شنو واقع لها معايا، هي اللي مالها معايا، اي فيديو تطلع ناده وتقلد ناده ودير، ما فهمتش مالها معايا. دابا شوفي ملي كطيح الواحد كينزلوا عليه، ملي كطيح البقره هو المشكل، فوالا ملي كطيح البقره كيكثر رجله. دابا ملي طحت انا كلشي طاح عليا، دابا هادشي اللي دابا تنشوفوا حنايا في مواقع التواصل الاجتماعي سورتو في انستغرام تمثيل. اه حاجه ما صحيحه، لا كاين الصح وكاين التمثيل. شنو هو الصح؟ المغاربه راه ماشي حميره، كيعرفوا غيعرفوا الصح من التمثيل. لا ولكن حنا راه ولينا كنا كنتفرجوا كنقولوا بالصح، راه هادشي واقع بالصح، راه تخاصموا بالصح الاغلبيه ديال الناس، راه الناس كيتفرجوا كيتيقوا شويه، كتقولي لهم من الاول علاش ما تقولوش هذا راه مسلسل
غنديروا هذا فيلم كما كيديروا لنا الافلام كما قال الاخ وكنتاثروا معاهم. واختي هذا الشيء الا غادي نتحاسب من طرف المغاربه ما نتحاسبوش بوحدي، لانه المعمعه ديالنا حنا كبيره وما عارفين شكون اللي فيها. فيها بزاف ديال الناس. لا بدون ذكر اسم. لا ذكري الاسماء. فيها حنا بزاف. قولي معمعتنا كاملين فيها. شكون المخرج؟ مخرج الملولي. الملولي هو المخرج، حيت هو اصلا اللي بدا هذا الفيلم، قال كنتحدى معاريكو، كنتحدى ناض نزار، انا غنتحدى الملولي على قبل نادا، ناضت نادا جاوبات نزار، تزوجوا، يعني هو اصلا اللي بدا هادشي هذا هو المخرج. اذا هذه المجموعه شكون اللي فيها نادا؟ المجموعه ديالنا ديال هذا الشيء اللي كتمثلوا هاد الافلام هذه. شوف كاين شي تمثيل وشي حقيقه، بحال انا نهار دابا مع الشكح وصلنا للبوليس هذيك بالضبط حقيقه، وكاين شي وحدين كيديروا معاها. الشكح داك الصغير ولا الكبير؟ لا الصغير، الكبير وهذاك الصغير شحال عندهم من سنه؟ عنده 18. المهم المعمعه فيها انا، هذا بلا ما قلت انا، نزار خو نزار، الملولي، الشكح خوه، قايده غير تداخله، ماشي زعما كانت اللي في هذه المعمعه دابا كلشي كيسب ولو ساريكول. مال ساريكول حتى هي دخلت؟ ساريكول البارح تي طالعه لايف ما خلات غير اللي نسات، يعني ملي كطيح دابا هادو كاملين جاو ضدي انايا، حيت انا فضحتهم. هادو كلشي غير تمثيل، هادشي كلشي. انا ما قلتلكش كلشي 100%، كاينين شي حوايج كلشي هادشي كيديروا بها الواحد. لا منو عنده ما بغاش هادشي. معليش انت عندك الدلائل، هذا هو المهم. انا غادي تلقاوهم في قناتي، غنسالي غنحط الدلائل. يعني هادو كلشي في قناتي غتلقاوهم. واخا المداخيل هذا، واش هاد المداخيل اللي كتقولوا لنا كاينه بصح ولا ما كايناش؟ كاينه. من نهار بدات هاد اللعبه دابا كنخاف نبقى نهضر كنهضر. دابا المشكل ديالي انا في تنزر ما نعرفش دابا واش نبدا نتمسكن ولا هذا هو الدفء ديالي. كان يقول الحقيقه دابا كنهضر انا هكا قاصحه كيجيب لي الناس بانني خايبه، راه القاصح احسن من كذاب. راه شفتوا الفيديو حطيت ديال نزار، راه غير كلشي غير تمثيل في تمثيل في تمثيل. وانا ما عارفه نزار كيشوف هذا اللايف دابا، عارفه نزار كيشوف هذا اللايف وهو والملولي وهما عارفين شنو كاين وراء الكواليس. شنو بغيتي انا هذا؟ وليت باغا تيقهر، ما بقاوش يهضروا عليهم، ما بقيتش نهضر عليهم، وطلاق غيكون. نزار طالع كيقول منين نزار ما باغيش يتفارق معايا، علاش البارح كيطلع كيقول لهم يا مرتاح ما غنطلقهاش، علاش ما طلقنيش؟ ياك باغي تفارق معايا وكتطلع مع الملولي كتسبني، علاش ما غتفارقش معايا؟ وحيدي ليها واحد مدابز مع مرتو والملولي غيتفارقوا، وطالع البارح منين سرى معاه السطح طالع كيقول لهم ما غتفارقش. ولكن واش راجلك انت يا قصير راه بارك بخاطره ولا راجل حمق؟ نزار ماناش، نزار مو قالتها لي وقالتها في اللقاء معاكم مع شوف تيفي في اكادير، قالت لهم ولدي ديزا ديجا دايز في امراض العقليه وقع له مشكل وهو صغير. نزار كاع اللي كيتلاقى نزار عنده انفصام شخصيه، ما كنتيش عارفه جوج شخصيات. نزار عنده جوج شخصيات، وشوفوا دابا كلشي دابا كلشي ضدي وعارفه وكلشي غيسب، ولكن ليا راه كتبين بنادم على حقيقته. انا ماشي مشكل، انا الحبل ما غنزيروش ما نجيبهاش راس، غنطلقو وليا من المغاربه غير ما كنتيش عارفه نزار مريض قبل ما تاخذيه؟ لا ما كنتش عارفه، وانا عرفته بثلاث ايام تزوجت به ولا اربع ايام، انا ما كنتش كنعرفه. من بعد قلتي عنده الوراق، اكتشفتي انه بوراقه يمكن. قلتي يعني كان كيدوز ولا مو اللي قالتها؟ مو قالتها، وعندي فوكالات ديال خالته قال لك راه وقع له شي مشكل ملي كان صغير وديجا داز في المهم هادشي بلا ما نقول. شنو داز؟ داز واش كان كيتعالج؟ ما بغيتش، كان كيتعالج عنده الوراق ديالو، وراه كاينين عند مو بمدينه اكادير. وانا عارفه مو غطلع عاوتاني وتبدا تسبني وهذا، فخالتي انت كتبقي في الاحترام ما نقدرش نقول عليك شي حاجه اللي بالنسبه ليه. دابا اشنو جالس على خاطرو؟ قلتي لي ما جالس على خاطرو تحت التهديدات، وهو قالها ليا. قلت له علاش مازال مع الملولي دابا؟ قال لي اعطيني شويه ديال الوقت يا حبيبه وغادي نرجع. ما ولكن شنو التهديدات اللي قال لك انا؟ ولا هذوك ما نقدرش نقولها حيت التهديدات اللي قلت لك ماشي هو اللي قالها. اسمعي لي انا، هو ما عطانيش راس الخيط، انا راس الخيط جاني من عند يا بنتي. اليوم قلنا جينا غنقولوا كلشي. فطنزرا شي حوايج كنت قال لي شي حوايج. لا صاحبتي ما نخرجش على راسي. راه من بعد غادي تقوليهم. ما غنقولهمش. باش كيهدوا هاد السيد؟ وانت عارفه راه قلت لك قبيل باش كيتهد. وانا ما نقدرش نقول باش كيهد. وراه انا ما نقدرش. هاد السيد اللي قال لك التهديدات واش مصدر موثوق منه؟ موثوق منه مليار في المية. كيف ما موثوق نهار طرا لي المشكل وسد عليه الملولي في الطواليت بالساروت وحيد له التليفون. غنرجعوا لهذا المشكل هذا. نهار دارتي مع الجيران واش كانت تمثيليه؟ لا وريتك قبيله، وريتك. نقدر نوريك دابا؟ وتعملي شهاده لله. لا عافاك، اش ما يقولوش كتكذبي، ما غنوريش. وشوفي حرمت عليك صيامك وصلاتك ودينك. عندي التسجيل بانهم هجموا عليا الا كذبتي هالفيديو. ما كانوش انا غنكذب هنايا نادى. فوالا هما باش ما يقولوش حيت عارف ايك اجي تشوف هذا الفيديو. هجموا عليا وبنت جيران كانت هازه بنتي دينا حدا الباب وجات البنت دفعت هكا تضربات. علاش هذا الشيء هذا؟ ما عرفتش. اجي تشوفي بلاتي كنهضروا على الموضوع ديال تهجموا عليا الجيران واش كذوب. ها هو شوفي حاولي تنقصي الصوت. نقص الصوت. شوفي شوفي البنت هزاك غادي تضرب الباب. شوف 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 شتي كيفاش هاجمين عليا؟
شايفينك لداخل؟ ها انا في الداخل، ها انا فيديو، ها انت شتي هنايا كيفاش عجبني. ولكن علاش هادشي بدا من الاول؟ لا هادشي انا غندخل فيه. بلاتي ما نبغيش، بلاتي دابا شنو بان لك كذوب ولا تمثيل؟ انا بان لي هنا ان بزاف ديال العيالات كيدفعوا واحد الباب ديال الحديد. هاد اين باب بيض؟ باب ديال دارنا، راه جيتي لدارنا، باب دارنا هذا ولا ماشي باب دارنا؟ كيبان لي باب بيض كيهجموا عليه فوالا ها هو. ولكن علاش؟ انا غنقول لك لا ما نعطيش بزاف ا ماما، ما نعطيش بزاف هاد النقطه. لا حيت هادشي قالوا الناس سوا تمثيل وعيطتي على لومبيلونس، عيطتي على لومبيلونس. شوفي انا غنتخلى نعم. هذا نعم النقطه هذه دابا ديال اللي قلتي اجي حدايا ديال الجيران على ود هاجموا. تفضلي تفضلي حدايا. شكرا لحظه. ماشي هاجموني لا وديت البوز، ماشي البوز اصلا. الجيران عندنا ديالنا لا علاقه بهادشي ديال البوز، لا هما دابزوا على واحد الميكا ديال الكورفي بحاشاكم. هادشي علاش دازوا حطوها حدا القند ديال الدار فيها الحوت ومسخه فيها الخنز. الجاره اللي الفوق قالت لها ما تحطوش عندنا الزبره كيخنزنا، قالت ليها ندى ها فقول بنتك تهز الميكا ديال الزبل. يعني دوك ماشي انا اللي قلت اصلا، حنان اللي قالت. هادشي اللي كيكون بين الجيران، الميكا الزبل حيدام حدا داري حيدام حدا دارك. تزايدوا شي شويه في الهضره. هذيك قالت ليها ايوا صافي عيد درتي البوز وبغيتي طيري، غير درتي الفلوس بغيتي طيري. صافي بداو الموضوع، جاو دابزوا معنا دا ندى، عيطت البوليس، جاو حضروا البوليس، استمعوا لهم في الاقوال ديالهم. وتحيه من هنا كنقول تحيه الامن الوطني ديال مدينه خميسات والناس ديال قايمين بالواجب ديالهم الصراحه ديال مدينه خميسات. وفي المحكمه الناس قايمين بالواجب ديالهم، واحتراماتي ليهم وشكرا ليهم وشكرا لكل شيء. هذا الموضوع، هذا الموضوع ديال الجيران ما عنده حتى شي علاقه بالبوز، ما عنده حتى شي علاقه بالبوز. وقال لنا حاجه غير الميكا ديال على على الميكا ديال لابروفيل. لا ما كان ما عنده لا لا هذا ما فيش اي شيء. لو مرت لا طاحت ولقاو عندها في راه كانوا معايا منكم، كانوا معايا الصحافه طلعي طونسيل 21. واخا واتصلتي بنزار باش يجي عندك؟ قلتي وشنو وقع؟ ما اتصلت بحد، لا الناس اتصلوا له. عيط لي رشيد لانجلي اللي عيط لينا كنسميه عادي ماشي مشكل. رشيد دريويش داك السيد عيط لي قال لي شوفي راه محيدين له التليفون، الملو اللي حيد له التليفون وراه سد عليه في التواليت، راه ما غاديش يقدر يجي وهو باغي يجي. سد عليه في التواليت. شوفي نزار تحت تهديدات، غيصبر غيصبر غيصبر، واحد النهار غادي يخرج غيتفرقع وغيقول لي كاين كلشي غيقول. الحمله ندى ما حملاش حتى هو تمثيل. كنت شاكة، لا كنت شاكة ودرت تحاليل لقيت راسي ما حملاش. كنت شاكة حيت انا كنت كنتروع كنرد، انا رفطرت جوج مرات ولا ثلاثه غير بدا كردانو. ولكن نهار خرجتي وقلتي لهم انا حامله، قلت لهم ودرت التيست خرجت لي شرطه خفيفه، وما راه غير داكشي ديال لي ريغل هرمونات ما حاملاش. مشيت درت تحليله ديال الدم، ديال الدم هي اللي كتعطي لي اكزاكت، قالت لي نيجاتيف ما حاملاش. واخا ندى شحال دخلتوا ديال الفلوس باش نختموا هذا الموضوع باش يعرفوا المغاربه هذا الفيلم كله داير على قبل الفلوس؟ بحالنا بحال اي يوتيوبر. لا غنقول، غنقول كل واحد شحال دخل. قول لنا انا حتى هما ما سخو ما مسكتي، كان شايفه كلشي بعيني يا ماما. لا ما خليها تعلق خليني الله يسهل عليك ماما. هادشي ما علاش خلينا نعرف اول مره غتخرجي، واش اول مره غتخرج ب لا يعني حنا ماشي شغلنا شحال الناس كتشوف. سيري انا هذا كملي لي اسكتي يا ماما، انا كنعرف شنو شنو المشكل. منين هما خرجوا الميساجات اللي بيناتنا وخرجوا كيشوهوا الصوره ديالي ديك الساعه مزيان، انا ما قلت حتى شي حاجه فيها شي عيب اختي. انا غنقول لهم انا شحال دخلت. نعم غنقول لهم الصراحه شحال دخلت من هاد الشهرين هاد. حتى هما غنقول لهم ثاني زهر كان عندي الادسنس ديالو في سلبي. هذا الوقت كيداهمنا باقي تابعنا. قولي لي شحال دخلتوا في هاد بكل شيء بالاشهارات بكل شيء. نقولها ماما لا لا صافي علاش صافي لا قسم الله وصافي. لحقاش ما نادا حنا اليوم راه جينا باش نقولوا المغاربه المغاربه قلبي ماما نقول لهم كل شيء. علاش خليني نقول اصلا كانت تحبس لينا اربع شهور دابا ما كنهضرش. خليني انا نهضر، خليني نهضر. لا غنقول غير هاد الشهر هذا اللي ناط فيه هاد المشكل شحال جمعنا. تفضلي غير هاد الشهر. غنقول غير دابا شحال نقول. تفضلي انا بالاشهارات تيرت من يوتيوب 8 ديال المليون في الشهر جاتني، والاشهارات تكون شي 4 ديال المليون اللي خدمت في الشهر هي 12 مليون. 12 مليون في هاد الشهر طرا فيه هاد المشكل اللي بالتمثيل والمشكل. من الاولي دخلت 12000 دولار شفتها، من الاولي دخل في يوتيوب 12 ديال المليون بلا اشهارات. نزار دخل مليون ونص، وعاد دابا راه عنده شي ثلاثه ولادي وبالاشهارات يعني مدخلين فلوس. انا ما غنكذبش. وعلاش نزار هو اقل؟ حيت هو ما كيحطش يوميا فيديوهات، ما كيبغيش. كتحطي انت بيه هو لا انا ما كنحطش انا بلا بيه. انا دابا خدامه قناتي بلا بيه، واش انا نزار هو اللي عرفني هو اللي بيني ولا الملولي هو اللي بيني ولا انا بينت نزار؟ حنا باينين واحد ما بين الاخر، حنا غير كملنا بعضياتنا. وكملتوا بعضياتكم؟ فشلنا بعضياتنا. انا بعدا بالنسبه لي كنت غاده مزيان، هما اللي وقفوني هما اللي طيحوني.
ندى قبل ما نختموا معك قبل ما نختموا مع الساده المشاهدين، لان صراحه هذا الشيء يعني قلت انا ماما شحال ربحت ما غنكذبش ما غنكذبش، ربحت ماما في الشهر 12 ديال المليون بالاشهارات واليوتيوب. واش درتي شي حاجه ندى علاش ترجعي؟ درتي درت مشروع؟ لا مشروع كنتي قلتي شحال هذه قبل من هذا الشيء ديال النزار؟ لا داك الصالون ما عرفت شنو الصالون اللي كنتي غادي في قنيطرة. عندي دابا في خميسات، دابا راني خدامه على الصالون، خدمت الصالون في خميسات ودرت ومازال ما درتش الافتتاح ديالو، كنت نتسنى لي 27 يلا كنخدم. الاعتداءات وداك الشيء واش بصح ولا تمثيل؟ لا بصح، حيت حنايا راه كنكونوا حياتنا مهددين بالخطر بحال دابا النزار، ولكن في نفس الوقت كيخدموا بهم وفي نفس الوقت كنخدموا. وانا ان شاء الله كنواد في اقرب وقت نحبس هذا الشيء.